ننتقل لزميلنا ريبر عبد الغفار، يمكن هلا يكون معنا مباشر. ريبر، يسعد صباحك. يبدو ريبر تسمعني شوي، لأنه ببيخال شوي أجواء هيك مزدحمة سهر مثل ما نحن ذكرنا. ليك طلع معنا بيخال، كنا رح نروح، كنت رح أقول رواندز. هذا المصيف هو أحد المصايف الجميلة في إدارة سوريان المستقلة. كما ترون هذا المصيف كباقي المصايف في إدارة سوريان المستقلة امتلأت بالسياح القادمين من محافظات وسط وجنوب العراق وأماكن أخرى في العالم. يوجد في سوريان 150 مكانا سياحيا كلها مليئة بالسياح الذين جاءوا للاستمتاع بهذه الأجواء الجميلة في مصيف بيخال. كما ترين هندرين، هذه هي الأجواء في مصيف بيخال. المصيف امتلأ تماما بالسياح، يعني منذ الصباح الباكر في الساعة 9 صباحا وأنا موجود هنا، وبدأ السياح بالتوافد على هذا المصيف شيئا فشيئا، والآن ونحن في وقت يعني في منتصف النهار، المصيف مليء بالسياح القادمين من محافظات وسط وجنوب العراق، من بغداد، من بصرة، من بابل، من كربلاء، من أماكن أخرى في العراق. الآن أريد أن أنتقل إلى بعض السياح وأتحدث معهم عن الأجواء. مرحبا بك، كل عام وأنت بخير. أيامك سعيدة، كل عام وأنت بخير. من وين؟ من بغداد. جو طبيعي، خبل حلو، طبيعة حلوة، من في هاي المصيف الحلو، العوائل والشباب، في شيء حلو مرتب. شنو رأيك بدرجات الحرارة هنا؟ درجات الحرارة يعني حلوة، أحسن من غير المناطق، يعني حلوة، في شيء مرتب حلو. رأيك بالأسعار، بالنظافة هنا؟ لا الحمد لله كل شيء حلو بهذا الموضوع. كم يوم أنت موجود هنا؟ أنا صار لي 5 أيام هنا. في شيء يعني طبيعة حلوة، جينا من بيخال إلى عقرة، وبعدين من بيخال رحنا العقرة، باكر رحنا العقرة، وبعدين نطلع على الدهوك إن شاء الله، وبعدين الاستيمانية. فشيء حلو مرتب. شكرا لك، فرصة سعيدة. نعم هندرين، السياح القادمين إلى هذه المصايف يشعرون بارتياح كبير، لأن إقليم كردستان أصبح المتنفس الكبير للمواطنين القادمين من محافظات وسط وجنوب العراق. مرحبا بك حبيبي. اهلا وسهلا، حياك الله. مسهلا، انت بألف خير. شلون الاجواء في مصيف بيخال؟ والله اجواء رائعه وممتعه صراحه، والناس فرحانه ومتونسه، والله يديم هاي النعمه ان شاء الله. الله يخليك. شلون تشوف اقليم كردستان من ناحيه النظافه، من ناحيه الخدمات؟ والله احنا جاي نشوف التطور بالعمران، لان هم عندهم مرحله النظافه والترتيب، وان شاء الله الله يديم هاي النعمه على الاقليم وعلى محافظات العراق كلها ان شاء الله. انت من بغداد؟ انا من بغداد، مدينه صدر. حياك الله، فرصه سعيده. نعم، اريد اخذ اكثر عدد من السياح. مرحبا بك. اهلا وسهلا. اهلا مرحبا. عرب، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. شلون تشوف الاجواء في مصيف بيخال؟ والله كلش حلوه ولطيفه، والجو لطيف كلش يعني. والحمد لله. اجواء العيد في كردستان؟ العيد شلون؟ والله كلش حلو، بالعافيه عليكم يخبل، او احنا تعنينا على كردستان، وان شاء الله يعني عيد وحده وشعب واحد ان شاء الله، ونتمنى لكم الخير والتقدم بعد اكثر. رايك بالتسهيلات عندما دخلت الى اقليم كردستان كيف كانت؟ كلش حلو يعني، وكلش لطيف يعني، وحتى القاعدين بالجوازات تعاملهم كلش حلو، يعني شكر من عندكم هواي يعني، شكرا جزيلا. يا مدينه. احنا من بغداد. اهلا بك، كل عام وانت بخير. انا وياها يعني بنها. شنو رايك بالاجواء؟ والله كلش حلوه، يعني كلش حلوه وجميله كردستان. شكرا لك، فرصه سعيده. نعم هندرين، هذه هي الاجواء في مصيف بيخال. اريد اخذ سياح اخرين. مرحبا. كل عام والعراق بخير بمختلف مكوناته. نتمنى عيد سعيد للجميع، وان شاء الله يعم الامن والامان اكثر واكثر، ونشوف بعد تطورات اكثر ان شاء الله بكردستان العراق وفي كل العراق ان شاء الله. انت من وين جاي؟ انا جاي من الموصل. وعمار ايضا يريد يحكي شويه اللغه العربيه بعد ما كامله. ها؟ شنو رايك؟
الاجواء، شنو رايك في الاجواء؟ What do you think about this You can speak English. That's okay. I think it's a beautiful. I think it's a beautiful place, and the water is very cold. It's so hard to get up there, but overall, it's a beautiful place. نعم هندرين، هذا الطفل هو حكى إنجليزي ما يعرف عربي، يقول الأجواء جميلة جدا ويعجبه الأجواء كثيرا. جميل. أكيد ريبر، نحن عم نشوف جميع المجتمع العراقي بشكل عام، يعني خصوصا بإقليم كردستان والمحافظات باقي بالعراق، كلهم جايين لبيخال. يعني صراحة أنا استغربت من هالازدحام الكبير بموجود ببيخال، وهذا طابع الكردستاني مثل ما أنتم تشوفوا مشاهدينا الكرام. بكل مناسبة بيجتمعوا كل مكونات بمناطق جميلة بكردستان. يمكن زميلي ربا خليكم معنا مشاهدينا الكرام لحتى نبقى مع زميلنا ريبر عبد الغفار بأجواء بيخال أكثر، لحتى نشوف آراء الناس كمان شو بيحكوا أو شو رأيهم بهالأجواء الجميلة. مليء بالسياح القادمين من محافظات العراق، اريد ان اتحدث مع ضيف اخر. كل عام وانت بخير. اهلا وسهلا وانت بخير. من وين جاي انت؟ اصحى مبارك، انا جاي من سوريا. من سوريا؟ نعم. وشلون شفت الاجواء في كردستان؟ والله اجواء رائعه الحقيقه، وكثير مبسوطين. الشلال الداخلي والشلال الخارجي ما شاء الله. نعم. العالم كلها مبسوطه وكل عام وانت بخير. ونحن كثير سعداء هون. شو هالفرصه الطيبه انه هيك صار في لقاء سريع، يعني اول مره تجي لكردستان بسيط؟ اول مره انت شفت هاي الاجواء، يعني شنو هو انطباعك الاولي مع هاي الاجواء؟ انطباع رائع جدا، انه المي واجده وجبال حلوه، في براد طيب وناس طيبين وخوش كلام. حبيبي انت من اي مدينه من دمشق؟ انا من لاذقية. شلون شفت كردستان؟ كيف شفت كردستان؟ والله جميله، حبيتها كثير. كردستان واربيل، احنا مقيم باربيل. اربيل جميله جدا ايضا، مرتبه، عاصمه غنيه وناسها طيبين ايضا، وانا كثير مبسوط وسعيد اليوم. شلون شفت الامان في اقليم كردستان في الشرق الاوسط اللاهب؟ القمام. شلون شفت الامان؟ امان الامان، الامان واضح جدا حقيقه، يعني هذا نلمسه لمس اليد. من اكثر من مكان نحن لقينا في لمسات الامان، بالسياره، بالبيت، بالطريق، كله منظم ومرتب. والحقيقه ان شاء الله نتمنى مستقبل زاهر لكردستان واربيل تحديدا. يعني نعم، شكرا لك، فرصه سعيده، اهلا وسهلا بك. نعم هندرين، انا اطلب من المصور ان يعطينا الصوره اكثر من مصيف بيخال. هذه الشلالات يعني تتدفق من بطن جبل برادوس، وكما نرى يعني المياه بارده وعذبه، والسياح القادمين من محافظات وسط وجنوب العراق ومن دول الجوار مستمتعون جدا في هذه الاجواء الجميله، خاصه وان درجات الحراره في هذه المنطقه منخفضه ومختلفة تماما عن بقية المحافظات العراقية الأخرى من محافظات وسط وجنوب العراق، فلذلك السياح أكثرهم يعني يأتون إلى هذه المناطق، إلى إدارة سوران المستقلة، ويستمتعون بهذه الأجواء الجميلة الموجودة في هذه المنطقة. نعم هندرين. نعم ريبر، الأجواء جدا جميلة مثل ما أنت ذكرت صراحة، رغم أنه الحرارة كمان يمكن يكون عندكم منخفض، نحن عم نشوف العكس سهر، عنا الكثير حار، بس كمان يمكن بسبب الأجواء كمان الناس تلتهي وتنسى الحرارة اللي موجودة كمان. ومثل ما أنت ذكرت كمان كل المكونات موجودة هناك، وعن جد انبسطنا أنه حتى من باقي البلدان كمان جايين اليوم إلى إقليم كردستان حتى كمان يكون أجواء أجمل بإقليم كردستان. نعم نعم ريبر، يعني برأيك ومثل ما أنك أنت عم تشوف المواطنين الموجودين بمحافظة عندك ببيخال، من أي أكثر محافظة المواطنين عندك جايين لحتى يزوروا شلال بيخال؟
ريبار هل تسمعني؟ نعم نشكر الزميل ريبر. السياح عدد كبير نعم. من السياح جاءوا إلى منطقة سوران فجميع الفنادق والموتيلات والأماكن نعم ريبر. السياحية مليئة بالسياح القادمين من محافظات وسط وجنوب العراق وكما قلت من أماكن أخرى في العالم ومن دول الجوار من سوريا من إيران من أماكن كثيرة. فجميع الفنادق جميع الكبرات السياحية جميع الموتيلات مليئة والسياح مرتاحون جدا في إقليم كردستان وهناك تسهيلات يعني جيدة من قبل الجهات المعنية بالسياحة ومن الجهات الأمنية وكذلك من الجهات الصحية. فجميع هذه الدوائر المعنية باستقبال السياح شكلت لجان ووزعتها على هذه المناطق لتوفير أجواء هادئة وجميلة للسياح القادمين إلى هذه المنطقة خاصة يعني دائرة السياحة في إدارة سوران المستقلة شكلت لجان الإشراف على هذه الأماكن السياحية في تومان في ميرغاسور في رواندس في سوران أيضا. فهذه الأقضية الأربعة التي ذكرتها مليئة بالأماكن السياحية والمرافق السياحية والقطاع السياحي في هذه المنطقة في تطور مستمر وكذلك لافت. فلذلك مع مرور الوقت يزداد عدد السياح القادمين إلى هذه المنطقة. أريد أن أنتقل إلى بعض السياح الآخرين مع أنهم يلتقطون الصور أعتذر منكم ولكن أريد أن يعني أنا معكم من ساكر تيفي مباشرة. نعم زميل ريبر شكرا جزيلا لك وأكيد